ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم على اكتر الحاجات اللي بيخاف منها برج الميزان اللي يمكن تكون بالنسبة له شبه فوبيا. برج الميزان اكتر حاجة بيخاف منها القرارات السريعة، انه يتسرع في قراراته ويوقع في نفسه او يوقع مشكلة يعني، او يعمل مشكلة لنفسه بمعنى اصح. هو كتير بيقول ان هو متسرع، لكن هو مش متسرع، هو بيخاف دايما انه ياخد قرار سريع بسبب لو اتحط في موقف صعب، فبالتالي بتلاقي يبدأ يتكلم كتير يتكلم كتير، وكلامه كتير ده اللي بيوقعه في مشكلة. هو مش من طبعه كده، هو ما بيحبش ان هو يوقع نفسه في مشاكل او ان هو ياخد قرارات سريعة، لا بيحب ان هو يتأنى. ده لما يكون بيفكر او مش محطوط تحت ضغط او وقت صعب، لكن لما بيبقى محطوط في وقت صعب او ضغط بيبدأ ان هو يتهور وياخد قرارات صعبة شوية. على الرغم كده هو ما بيندمش على قراراته، يعني بالنسبة له لو حاجة حصلت او وقع في مشكلة فبالنسبة له خلاص حصل اللي حصل، ما بيحبش يأنب نفسه اكتر ويشيل في جواه هموم يعني. ودي يمكن حاجة بيمتاز بيها برج الميزان، يمكن من الابراج القليلة قوي 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 اللي عندها حتة الندم دي مش كبيرة قوي يعني. ممكن يندم او يزعل شوية، لكن انه يندم ويكتئب او ان هو يندم بصورة جامدة ما عندهوش هو الحتة دي خالص، بالنسبة له حصل اللي حصل ودي حاجة حلوة جدا. لكن اكتر حاجة بيخاف منها انه يتحط تحت امر واقع او يتحط في وضع صعب يخليه يقول كلام هو ما كانش حابب انه يقوله، او ان هو يقول قرار والقرار ده يبقى سريع ويبقى بعد كده يزعل ان هو خده، لكن ما بيندمش ان هو خده، بالنسبة له خلاص. يمكن كمان حاجة بيخاف منها بقى قوي 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 برج الميزان، ويمكن دي فعلا اللي اكتر حاجة بيخاف منها، انه يحصل اذى لحد من اهله او اكتر شخص مثلا حبه في حياته او الحاجة العزيزة عليه جدا، سواء بقى ممكن يكون اولادهم، زوج او اب ام، الحاجات دي بيخافوا جدا 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 على اهلهم بصورة لم تتخيل. يمكن اكتر الابراج اللي بتخاف على اهلها او الناس اللي منها بصورة صعبة جدا يعني، ويمكن كمان عندهم حتة الفوبيا من انه ممكن انت تعبان، صوته مقلقني، فعندهم دايما فوبيا ان ممكن يكون اللي قدامهم ده تعبان، او هو مثلا عشان بعيد عليه فهيحس ان هو تعبان، لو اتخنق شوية ده ممكن يكون مثلا والدي، فعندهم فعلا فوبيا من هم الخوف على اهلهم بصورة رهيبة. حاجة كمان بيخاف منها برج الميزان يمكن مضحكة شوية، برج الميزان عنده شبه الحاسة السادسة. بمعنى ايه؟ انه دايما عنده كده انا حاسس ان في حاجة هتحصل، وحاسس ان مثلا حد هيموت. فعلا انا بقول لكم بجد، يمكن اصحاب برج الميزان يبقوا عارفين الحته دي، بيبقى عندهم احساس ان لو شخص هيموت بيبقى عندهم احساس ان ده هيموت قريب، لو عندهم بيبقى عندهم الاحساس ده رهيب جدا، ويبقى توقعاتهم فعلا بتبقى صحيحه او احساسهم صحيح. لما بيبقى احساس بقى مثلا ان واحده جوزها بيخونها، انا حاسه انه بيبقى عندها خوف رهيب جدا ان احساسها ده يطلع صح، لان هي عارفه ان احساسها بيطلع صح في كل حاجه، فلما يطلع احساسها صح في حاجه هي خايفه منها فدي بتبقى كارثه. برج الميزان عنده كمان حتة الإيمان القوية، أو عنده إيمان عالي شوية، دايما عنده خوف وهاجس إن هو يجي جنب حاجة غلط أو تعتبر شبهة لمعصية، الكلام ده، فدايما عندهم خوف إن هما يجوا يغلطوا من شيء، أو إن هما يصاحبوا ناس يسببوا لهم أذى، أذى اللي هو حاجة مشكلة خاطئة يعني أو معصية، وبعد كده يبقى في عقاب من الله سبحانه وتعالى. فهم عندهم دايما حتة اللي هو خليني ماشي على الطريق المستقيم احسن لي. ده كده احنا قلنا بشكل بسيط المخاوف، الحاجات اللي صعبة شوية بالنسبة لبرج الميزان. بتمنى ان انا اكون فدتكم، ما يهمني رأيكم وتعليقاتكم، بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش وتفعيل الجرس. بشكركم جدا وسلام عليكم.